الكاونت داون لعرس بريانكا تشوبرا ونيك جوناس بدا، ومثل ما شفنا بحفل زفاف رانفير سينغ وديبيكا بادوكون الاحتفالات استمرت لايام، ومتوقع كمان انه هالعرس ما رح يكون اقل. حتى نعرف تفاصيل اكثر موجوده معنا دانا بالاستوديو. بدي اعرف شو هي اخر التحضيرات لهالعرس. هاي أول إشي لكم صبايا. يعني تحضيرات العرس كتير كبيرة، وأهمها وآخر أخبارها أنهم أوريدي حصلوا على الترخيص الرسمي للزواج من الولايات المتحدة الأمريكية، وهلأ هم صاروا بالهند. وكمان تحضيرات المندي والسنجيت اللي بكرة رح يصير كمان بلشت وعم بيشتغلوا عليها، ورح يقام العرس زي ما حكينا قبل بجودبور. أول إشي السنجيت والمندي حيكونوا بقلعة تاريخية، ومن بعدها مراسم الزفاف الرسمية رح تكون كمان بجودبور، بس هالمرة بقصر تاريخي وقديم، فحتكون أجواء كتير هيك رومانتيك ورويال فينا نقول. ومراسم العرس حتستمر على يومين، وحيكون بأول ديسمبر. أول يوم حيكون حسب العادات والتقاليد الهندية، وتاني يوم حسب عادات أهله لجوناس. بس تخيلوا أنه بريانكا كانت قاعدة تشتغل كل هالأسبوع مع أنه باقي يوم واحد على عرسها. صحيح، فهي ما وقفت شغل لحد ما خلصت التصوير بشكل كامل للبروجكت القادم لإلها The Sky is Pink، وكاس العمل هناك احتفل معاها بهالمناسبة وجابوا لها كيك، ويعني ودعوها فينا نقول، وكان نيك جونس موجود وقطعوا الكيك مع بعض. يعني فينا نقول شي إذا هارد وركر، يعني حتى المعازيم صاروا بالهند. صحيح، فكل أفراد العيلة تقريباً صارت موجودة هناك، عم بيوصلوا شوي شوي. فشفنا جو جوناس وخطيبته ممثلة مسلسل Game of Thrones سوفي تيرنر وصلوا مؤخراً، والباباراتزي التقط لهم مجموعة من الصور وهم عم بيتعشوا كلهم مع بعض، ونضم لهم كل من برنيتي تشوبرا وعليا بات كمان. وحتى بيت بريانكا بمومباي صار جاهز، وكله صار ديكوريتد بأجواء العرس، وعادة هم بيحطوا الإضاءة البيضاء. حتى التحضيرات لحفل الحنة أوريدي بلشت، فبيقولوا إنه بريانكا عينت مصمم رقصات خصوصي لنيك جونس ليعلمه يرقص هندي، لما يجي الحنة تقدر ترقص هي وياه على أبرز أغانيها اللي الناس كتير بحبوها فيها وانشهرت فيهم. بس حلو، يعني حنشوف بيرقص هندي أكيد، والناس أكيد كلهم رح يرقصوا، حيكونوا كتير مستمتعين. بصراحة يا ريت فينا نحضر، لأنه أنا كتير بحب الكالتشر الهندية. وباي ذا واي كمان كتار توقعوا انه برنس هاري وميغان ماركل يكونوا من ضمن المعازيم بحكم انه بريانكا وميغان دي ار كلوز فريندز. صحيح، واذا بنتذكر شفناها بالزفاف الملكي، بس ما بنعرف اذا ميغان رح تقدر تروح لانها حامل، ومؤخرا اضطرت انها تكنسل التور الملكي تاعتها لزامبيا برفقه زوجها. بس بعد شوي حنحكي تفاصيل اكثر عنها، لانها هي وياه انتقلوا لبيت جديد. الزفاف بنرجع نحكي عنه اكثر، حيحضر فيه نجوم كثير ثانيين بتوقعوا، مثل The Rock اللي مثل معاها لبريانكا تشوبرا من قبل، وهيلاري داف، وأكيد البرايدزميد تاعتها من بوليوود اللي هي برنيتي تشوبرا، بتكون بنت عمها بنفس الوقت، وآليا بات. طيب دانا، عندك فكرة إذا رح يعملوا ويدينج ريسبشن؟ أكيد رح يعملوا 2 ويدينج ريسبشنز، وحيكونوا لافش وكبار، واحد بدالي واحد بمومباي. وعلى فكرة في رانفير سينغ وديبيكا بادوكون لسه ما خلصوا، فاليوم رح تكون حتبدأ واحدة من الريسبشن بارتيز تاعتهم اللي حيحضرها كتير سيلابريتيز.